لكن أعود شيخنا إلى مسألة الزمن. لما كنت أسأل عن التدرج الزمني، أقصد مثلا قصة موسى في سورة القصص، كان التدرج الزمني فيها واضح، بدأ من طفولته، ثم بعد ذلك دخول إلى قصر فرعون، ثم نبوته، ثم خروجه عفوا ومقابلته لشعيب عليه السلام وابنته، ثم الله أعلم هو إن شعيب كان هو ولا شيخ شعيب، مدين. نعم، الشيخ مدين، وهكذا في تصاعد زمني متسلسل إلى أن نجاه عاد الله إلى عز وجل نصرة من ما فرعون. يجعل. نعم، ويوسف أوضح فيها الترتيب الزمني من طفولته إلى أن صار ملكا وجاء أهله. فهذان نموذجان لقصتين قرآنيتين فيها تدرج زمني واضح. السؤال، لأن أنا لم أقف أثناء البحث ولا أدري، غاب عني، هل هناك قصص سيقت في القرآن متكاملة لكن لا بترتيب زمني، أن يكون قدم القرآن آخر الأحداث ثم أخر أولها أو شيء من هذا القبيل؟ يقع هذا في القرآن مثل قصة أصحاب الكهف، فإن الله قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا وقالوا ربنا رب السماوات والأرض، هذا كأنه بعد القصر، لكن قبل ذلك قال إذ أوى الفتية إلى الكهف، إذ أوى الفتية إلى الكهف قبل ما ذكر. فسياق القرآن القصة ذكر قيامهم من لا، النوم قبلا، ذهابهم إلى الكهف قبل ذكر إيمانهم وقومتهم، أنه قال إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه هذا إلها، كله قبل دخول لقد الكهف. قلنا إذا شطط هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. فرجع إلى ما ذكر إلى أولا. ما ذكر هذا النوع يقع في القرآن. فإذا يقع التقديم والتأخير في الترتيب نعم الزماني بحسب نعم العلة أو الغرض نعم أو المقصد من المقصد القصة. نعم.